هل ادعاج على العايل مغاوير؟ هل ادعاج على العايل مغاوير؟ وسوان الطيب نصبوهن مغاوير، هل بكل فزعة تلقاهم مغاوير؟ خلف تزبيد ما هابوا حده، خلف تزبيد ما هابوا حده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين. يا حياكم يا بياكم يا طبتم، طاب ممشاكم في هذه الحلقة المباشرة لهذا اليوم الأحد 15 من شهر كانون الأول لعام 19 و2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شهر ربيع الثاني لعام 400 و1000 ويعني 41 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله اللي من على البلاد والعباد بهذا الغيث المبارك، يا رب إن شاء الله غيث رحمة وغيث خير إن شاء الله. نتفاءل بهذا الغيث في القرآن الكريم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نسأل الله عز وجل أن يلطف بأهلنا الجنوب، عشائرنا المتظاهرين السلميين، إن شاء الله يا رب تحقيق المطالب، يخرج العراق من هذه القوقعة ومن هذا النفق المظلم إلى بر الأمان، إلى يعني وحدة الكلمة، وحدة الصف، نبذ العنف، نبذ الخلاف. يعني مثل ما قال عبد الرزاق عبد الواحد: متى من نزف جرحك تستريح، سلاما أيها الوطن الجريح. حياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج، واليوم ضيف البرنامج حقيقة ما هو ضيف غريب حياه الله، وإنما من الأحباب حقيقة والأصحاب، وحياه الله حضر معانا خيمة وقصيد. لكن قبل الترحاب بالضيف أحسب أنه هناك تحية وسلام، الله حيه، من محمد بن موسى القاضي الشاعر الجميل للعراق وللمحبين وللجمهور وللمتابعين. يا أخوي المخرج جاهز الفاصل مال محمد موسى القاضي؟ تمام، حتى نشوف يعني قبل الترحاب فقط هذا الفاصل الجميل، لأنه محمد موسى القاضي لم يظهر بيعني التلفاز منذ سنين عددة، فأحب أن يخص برنامج خيمة وقصيد بهذا الفاصل الجميل وهذا القصيد الجميل، حتى بعد نرحب بالضيف وندخل بالبرنامج. فابقوا معنا وحياكم الله. تعاتبني الحبيبة وهي تدري علش عفت القصيد وصرت بقال، وتعلم كيف صار اليوم شعري رشيش وبالمجالس معد ينقال. أنا في الشعر أمشي فوق جمري وصيح ولاكو سامع يرحم الحال. أنا المجبول من هم وقهري وحظي للفرح شتال شتال، وقد عمر الأسى بيتا بصدري واصبح فوق ظهري الحزن خيال. وليت الأمر معقود بصبري، لكن تصبر وعلم الصبر الإجمال. ولو جف الندى من قاع بئري، لكن تحفر بإبرة بروس الجبال. ولكني اصطدمت بجيش فقري، أولي والد وزوجة ودرزن أطفال، إذا لم يأكلوا فأنا بشر وعلك يا حيف أصير بحلق جهال. أنا ابن الرافدين عقدت أمري، أموت لا أمد إيدي على أنذال. أنا ابن الرافدين عقدت أمري، أموت لا أمد إيدي على أنذال. وأحمل راكضا جسدي لقبري، ولا أبكي على روحي حين تنشال. ألا إن الكرامة مثل بدري، يدور بدمي ما مر مرة بهلال. سأحمل كل ذل فوق ظهري لجل عزة الوطن وارهام العقال. إذا رام العدا تدنيس نهري، يصير الماي سم ونار الإرمال. وإن لبس العدو ثياب غدري، نحط على الثوب غاز
ونشعل أشعال. أنا التاريخ ميت دون سفر أكيد موثقة، مو قال من قال. أنا الأقلام لولا بحر حبري خلق عودان، ما منها الحرف سال. أنا المثل الذي في القول يسري، وشنو طعم الحديث بلي أمثال. مياهي فضة سارت بتبري، ونخلي للشجر عنوان. ما زال إذا عيني بكت فالدمع يجري مثل طوفان. نوحي طم الجبال ورائي لو رأت جرحا بمصري تصير ضماد وتداويها بالحال. وألفي أمة أمست بعصري، أعز كل الأمم بالسيف وانبال. وقافي قصة قيلت بقصري، حشتها شهرزاد وعمرها طال. أنا هذا العراق بكل فخري، وطن كل النشام وبيئة الأبطال. أنا هذا العراق بكل فخري، وطن كل النشام وبيئة الأبطال. حيا الله القاضي وبارك الله بي على هذه القصيدة، حياكم الله. عشت أجمل ترحيب يليق بضيف أمسيت هذه الحلقة، الشاعر المتألق الجميل الرائع حقيقة، اللي نستأنس بأبياته وقصيده ونستأنس بكلماته أيضا. فهو أيضا صاحب تجربة وصاحب حنكة في الشعر وله باع طويل في ذلك. حيا الله أبو أحمد الطعماوي. جيت وبجيت. يلا حيه يلا حيوه يلا حيوه. الساعة المباركة شفناك بيها يا أبو أحمد، مساك الله بالخير. هلا يلا حيوه أبو فرقان. عندك وعكة صحية والله، والبلاعيب ما تساعد والصوت ما يساعد، لكن إذا قلت في شيء نعم فأتمه. إي والله إيش أسوي لك. حياك الله، حياكم وياك. ما أعرف من نبدي، لكن نبدي من القاضي. خل نبدي محمد بن موسى القاضي ابو فرند. تشرف بي. ملتقين انت وياه؟ لا والله ما جامعكم لقاء. انا قاري له ابيات حلوه. ها ها. وش رايك بالقصيده اللي قصد عليها؟ جيده ممتازه. ماذا يسمى هذا الشعر يا ابا احمد؟ والله هو هذا النبطي، الشعر الملمع اللي بيه فصيح بيه فصيح ملمع يلمع يعني. كل يقدر شطر بشطر، شطر بشطر، ويقدر بيت ببيت. ويقدر كل القصيده يخلي لها يعني القفل، يخليه بيت فصيح ويكتب عليه. يا سلام عليه. يا سلام. وعاشت ايده وصح لسانه. حياك الله. انت شلون وضعك؟ شلون الحمد لله. نبدا من دياره، ان شلونهم البوطعمه؟ شلونهم الحجاج؟ طيبين. شلونهم اهل المزرعه؟ الحمد لله. القرايب كلهم؟ نسال الله سبحانه وتعالى يفرجها على كل البلد. يا رب يا رب يا رب. وعلى أسألك كل العراق. على سيد هاشم، ايش عندك من اخبار الساده المرابس؟ والله ما تواجهنا من ذاك اليوم، من يوم والله. اي والله تقعد لي بجيزه واشوف بطل لك. سلام من حمامة البنجاد. الله حيهم البنجاد. اي خابرني البارحة نشأة الماجد. اي والنعم والنعم، هالنزرارية وتقول محمني مانية على بيت زهيري قبل فاكين بي طلبة للبطعمة. البغزات وهي البطعمة. بزرارية. بزرارية. اي ام بغزات يرجعون. الملا عبد. الملا عبد شلون؟ الملا عبد. الملا عبد الله يرحمه. الملا عمر. اي الملا عبد هو كاتب قديم. ايه هم عندهم ملا هارون وعندهم ملا عمر. عندهم ملا ابراهيم. اتصل بي نشأة الماجد الملا عبد. والنعم. ايه اجل هذا الملا عبد. ماجد العبد الحميد البكر الملا عبيد انجاد ازراري. الملا عبيد الملا عبيد الملا عبيد الملا عبيد. عندهم بيت قبل صايره قضيه على احد عمامنا البطعمه منطقه ديار، متكاون ومتبالش هو وعمامه. إيه؟ وشايل ومتدير باتجاه منطقة تكريت أو العلم البيجي. زين. فسائق جاهات على عمامه هذا ورا سنتين أو ثلاثة يرجع. محيين قايلين ما يرجع. فالحاضرين من منطقة العلم أربيضة قايلين له انحر الملا عبد بالمصلخة. هذا رجال عارفة وحكيم وعنده دراية بهيش أمور يقدر يحل لك إياها. فجأة عليه لقاه رجال فلاح وقاعد بزرعاته قاعد يلملم بيهن حنطايات وإذرات. قال والله يا رجال أنا مو معروح للديالة، هلا أخبزي هذا اللي أريد ألمهم. بس هاك هذا ورقة ومكتوب عليها بعرج شوك. أيه بعرج شوك. بعرج شوك.
كاتب له بيت زهير يقول سلام بعد التحية وزن بل مني على هالصديج الرفيج بل أصل مني تمام أحلام نذاب فوقه دايف المني اللي وزن الحكي وتعرق له قصة قصة وبكل زمان مضى مكتوب بقصة قصة عقله مجنون جر الخيط ما قص وملزوم علبي فكرته يدرك المني الله 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 انطاه يا بقصاصة ورق أو على خرقة قماش قال له هذا يفك شغلتك وروح راح مو راضي الرجال الطعماوي مو راضي مو مقتنع بهالسالفة دزوا ويا طراش قروا جماعة ناس أهل حلم وأهل فكر حلو وإذا ما قبلوا يعني مجانين زين مو قال ملزوم علبي فكر تايدر كل مني يا اللي يفتهم صح قالوا جو الفراش وخلوا يجي هو من اللعبة يا تحيات وسلام الماجد العبد الحميد ابو مشعد الله حيوا الله حيوا الله حيوا المولى عبيد كلهم يتابعون البرنامج والله انجادي ازراريه وسلام لابو عباوي وياهم حيهم الله حيهم الله حيهم الله حيهم ابو عباوي الحلوات لو ابو عباوي ازراريه عباوي هو عباوي شيخ عباوي شيخ عباوي ابو خالد الحلوات اكلاوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا فيما يخص السلام والتحايا يا ابو احمد نحكيها ليه قدام ما ننساها تمام احسنت بلا والله اليوم عندنا زهيري كثير زهيريات عندنا زهيري كثير نقراه ما دام يعني نقراه نعود نتطرق نسمع زهيريات وانا اعود اريد اسالك على بيت زهيري ايضا سمعت منك تضمينا لكن اسمع القصيد صار وتدلل وتبشر بارك الله فيك على بغداد وعلى العراق وعلى بلدنا وعلى وطننا أقول بغداد ساحة بن المنصور يا جيلي يا جيلي بغداد ساحة بن المنصور يا جيلي ودايم خبرها رفعت الراس الله 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 يا جيلي طيفك طينك دوا أهل بغداد وديس المناطق يسوون طين خاوة ما شاء الله طينك دوا خاوتك معصوف يا جيلي وشلون مالك وشلون حالك عقب ميل الوقت دارج دارج وكنتي منارة كنتي منارة أمم دار العلم دارج دارج شبان بيك اهتفا ودوسي على الدارج واخذي معسي شنطال الشوح يا جيل الله 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 واخذي معسي شنطال الشوح يا جيل يا جيل يا سلام بيت آخر أقول زيزة حمادة زماني والصميل انعاب وكلهم جفوني شبه طير فقسل انعاب انعاب الله ذيب الضواري كنت يكثى الثنية نعب واليوم واليوم صرنا أقصار جناب ونجاري ونجاري ونمشي تكبر مع الحسبات ونجاري ونجاري أصبر الوقتي وقف بلواه ونجاري خاف تبين خمالة ومنسي فيها نعم الله خاف تبين خمالة ومنسي فيها نعم يا سلام يا سلام نروح على الغزل الزهيري الغزل عجبني مداخلة وقبل المداخلة كأنما بيت أنت مضمن تضمين نعم. ما قصة هذا السواك وفي رواية أن هناك للإمام علي بن أبي طالب نعم. كرم الله وجهه بأبيات جميلة قال حظيت يا عود الأراك بثغرها وما خشيت يا عود الأراك أراكك لو كان غيرك يا سواك وقتلته لم ينجو مني يا سواك وسواكك وش قصة هذا السواك السواك أقول أنغار لو لامست بشفافها يسواك يسواك أنغار يا لو لامست بشفافها يسواك وضعف أرد الندى هيج العشق يسواك يا سلام ما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتضعف حتى لا تجيب منادي عجيب وضعف أرد الندى هيج العشق يسواك الله يا قلب جمر الهوى فوق وغضى يسواك نيران شوق الترف يذر الحشا وجناه وجناه الله الله بدر وتشعشع ضوى ما ينطفن وجناه يا سلام تمناه انطى العمر لولا يحق الوجناه تقول يا لايمي هذا الذي يسواك يا با يا با
تقول يا لائمي هذا الذي يسواك. أو يتغزل الكهول يا أبا أحمد. شنو؟ هو بطلنا يا أبو فرقة. الله لا لا ما نبطل يا عيبة العلم. يا سلام يا سلام. بس الجبور قلوبهم خضرة لو أكو هناك قبائل أخرى قلوبهم قال خضرة. أبو أحمد رمضان قال العشائر كلها من يصل الأربعين يزت العصي يزت العصي. قال وجبور يقوم يختم من جيه بحظ رمضان على سليمان. الله رمضان حظ وبخت. بس بعض مرات لا حظ ولا بخت. بس هو والله تحيات لشاعرنا العزيز أبو أحمد. الله حيه الله حيه الله حيه. أكو بيت حكمة عزة النفس شأن الأصايل عزم عند المفاز انشبت انشبت وتجهد نفسها وجمر وسط الدليل. أيابا مقصر خطوتي على درب المعز انشبت وادرى الليالي فلك بين الخليقة دول دول. الله والراي لأهل الحلم ما بين نصح ودول شانوا حمايل قبل تشهد بحقهم دول اللي ذشرهم يفكون اللي ذشرهم يفكون الاصعاب انشبت. أقول على بلدنا وعلى ميزانية البلد أقول ورد الشباب الوقع لخه هبوب صفر ورد السواد الزهت عقب الربيع اصفري مبيو كل الوطن ما من رصيد اصفري تاهت علينا السبل نمشي بيا جبلة وحضنة كربس وقع مدري بيا جبله هذا وطننا علم مدري ايش يا جبله ما زال كل شي النهب ظل يا خزنه اصفر. اقول غزلي يا من غرامك علي بجور لا وانت على الوطن مو على احد على بلد العراق يا من غرامك علي بجور لا وانت وعروق قلبي بخيط جفاك لاوي انت ما يشفع له كثير الشوق لا وانت بليل صبرك ابت روحي معاليجي وتلهب عضايا لجل شخصك معاليجي يا من ملكته فدالك كل معاليجي تقول ما قصرت وياك لاو انت انا ما قصرت بس هلا هلا بينا يا وطن انت عايش. أكو بيت يلهج باسمهم عبنهم للحزين وناس وناس أهل الحكمة الحكماء الشيوخ وجهاء القوم حلو الطيبين اللي ينصحون يعني بالحكمة والحلم والأنات ما شاء الله يلهج باسمهم عبنهم للحزين وناس وذول عليهم دليل يظل وجيد وناس وناس اطلب بعون ومشي مالي ذلول وناس واترك سؤال الذي بهواه شار ولام وادري غميج الجرح حبر جديد ولام يا رب نخيتك بعد طول الفراق ولام وبجاه نون وقلم والذاريات وناس يا الله يا الله بجاه نون وقلم والذاريات وناس يا الله. عشت يا ابو احمد. خلينا ناخذ شويه مشاركات انت عايش حتى ان اتصال لك اليوم ايضا لك تحيه وسلام من اهل الانبار وسلمت والحقيقه احنا نحيي اهل الانبار وكل باقضيتها بنواحيها وان شاء الله سوف يكون لنا ملتقى قريب مع مضايفهم مع دواوينهم باذن الله وكان من زمان المفروض ملتقين لكن يعني احداث العراق شويه عجلتنا فنسال الله ان يكون عام 2020 عام خير وبركه وراح يعني تكون الانطلاقه باذن الله من الانبار وأقضيتها ونواحيها ومضايفها العامرة إن شاء الله. تحية وألف أيضا لمقدم برنامج دبكة وربابة وشعر شعباني وإن شاء الله نلتقي به معاه هناك وأيضا نلتقي مع الشعراء والمشايخ وعلية القوم إن شاء الله. فإذا تأمل الاتصال يا أخوي المخرج مع أستاذ عبد المطلب الحديثي ها أبو محمود فقط نأخذ مشاركات لأنه السادة الصميدة يخصونكم بالتحية والسلام. قناة سامراء الفضائية يا أخوي أبو أحمد يخصك بالتحية والسلام يقول تحية من محمد الصميدعي لضيف البرنامج أبو أحمد الطعماوي وللعمام والخوال
ولا العزة ولا الحويجة ولعماد البدري وعلاء الخياط وأحمد الخياط الجميلي وأبو هبة العزاوي وأمي وأبي، وتحية خاصة لأولاد المرحوم أحمد الحسن الشيال أبا الدعاسيق، وتحية لكل القرايب والمحبين، وتحية لأبو فاضل من السيد محمد الصميدعي، خياطة محمد الصميدعي من أجمل وأشهر خياطة الدشاديش يا أبو أحمد هناك. بلش نسوينا روحة علي وبلش همي خيطنا دشداشتين زينات، ها الحويجة يقول رجعت يعني بدأت تتعافى إن شاء الله. فحياك الله يا الصميدعي، وإن شاء الله الملتقى قريب إن شاء الله. وهم مالت سيد تعرف هذه عود حتى نذكرهم بالسلامات. زين، من أبو وردة يقول: ماتنا مالي ولا دفان يجبرهن، وعيوني وحش الهضم عالسهر يجبرهن، ما ظل سعيفو على الشدات يجبرهن، سلك مرار الجفة والعوز يا عودي، ومريت مرت عدو شمات يا عودي، رضيم صاير عليه شدهن يا عودي، رضيم صاير عليه شدهن يا عودي، حالا نكسوري وعسى الرحمن يجبرهن، حالا نكسوري وعسى الرحمن يجبرهن. والله ما نقدر بس نقول آمين يا أبو الوردة. اي والله على النعناع أبو كرم يقول: نسم يا غربي ومعاكب شوق سلمنه، وصل سلامي مع النسمات سلمنه، إن شان هن بعداو أوصيك سلمنه، وقول الوقتنا ألف مشكور ما قصر، والهم كتني وحس وياي ما قصر، إن شان هذا الصفة وبس الوقت قصر، وقت دفن بصباح وقال سلمنه، وقت دفن بصباح وقال سلمنا. سلامي وتحياتي أبو أكرم النعناع، حياك الله يا أبو أكرم، وحيا الله أبو أياد من طويبة اللي يتابعنا، وحيا الله الأستاذ عبد طويبة مدير ناحية الشورى، أرسل لنا هذه السبحة الجميلة جزاها الله خير. ومدري جاهز الاتصال يا السيد المخرج؟ جاهز؟ إيه هلا بالاتصال، الله حيو. هلا أبو فرقان. مرحبا، الله حيو. هلا أبو محمود. هلا يا خي، هلا، تحياتنا لك وكل ضيوفك الكريم. الله محييك، الله محييك. حيا. نسمع اخوي. نسمعك ابو محمود، الله محييك. هلا اخوي، يلا حيو. يلا حيو، يلا حيو، يلا حيو. ادلي بدلوك يا دادي، هذا تحيا تحيا. ادلي بدلوك يا دادي. ابعد عن التلفزيون ابو محمود. كوني يا دالي خفف انينك قد قطعت اوصالي، انينكم صار في قلبي وواجعه. ابعد عن التلفزيون ابو محمود. ما فرح وبالي ابو محمود، ربهم شب نار البعد في جسدي، لمن تعن نفاد فارقته من غالي. الله. أنينكم زاد همي زاد أوجاعي وهيجلي، عن ناس قلبي وزدت الكيل مكيالي، أنت المذلل وما قاسيت من ألم، ولا حملت هموما مثل أحمالي. يا سلام. خفف خفف همومك يا مولاي، قد ثقلت مالي وحين وزدت ثقل أثقالي، خفف عنينك وابتسم لي مرة مع الدهر دوما بأهل الطيب ليالي. يا سلام. سوادكم زاد زادنا حسنا، سوادكم زادكم حسنا وتحسدني، سوادنا من سواد الوقت والحقي، مهما بعدنا من الأحباب يجمعنا مشيئة الله، تجمعنا مع الغالي. آمين. أبقى أنوح لهم عن تمصره، حتى يحقق رب الكون آمالي. يا صاحبي لا تكابد بل ما كابده، الدم يغلي ودمع الحي سيالي، أنا لست وحدي هائم في غربتي، أطفئ لهيبي كل حق كي تحقق ضالي. يا سلام. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمود، أنحملك تحية وسلام لكل أهالي حديثة
والبيت ابو عمر شيخ ابو تغلب والكل الساده والكل القرايب. حياك الله ابو محمود، الله حيو، حياكم الله. وارجع لك يا ابو احمد، كانت هذه المشاركه من اهلنا في حديثه الخير حضراء الانبار. صح لسانه المعدل. وش عندك من مشاركه حتى؟ سلامات. نعم اي والله، تحية سلام الى ابن العم شهاب الحمد الصالح الصبهاني شهربان دياله. الله حيهم. الشيخ مبهر الله حيه. الشيخ ابو راده الجبوري خضير الجاسم، الشيخ محمد العبد الله الصالح، والشيخ عنتر الحدوش ابو نشوان، واستاذ فيصل عضو مجلس المحافظه. حياهم. الشيخ دويح والشيخ احمد الحمود والشيخ دهام العوض. الشيخ فتاح المهدي الصالح وحمود السويد وكل عمامنا البطعمه فرد فرد. واخواننا الحجاج الشيخ حسين سليمان الوسمي السبهاني. جميع خواننا الخماسات اصباح التحتاني والفوقاني، ابو عجيل فخذ سنيدات عدنان، ابو احمد وابو عمر مقدم الشجاع، غزوان العبيدي خوينا الفنان غزوان ابو فؤاد. غزوان تحياتنا وسلامنا. الاخ العزيز احمد الصالح المهدي مدير مستشفى البيجي، الشيخ جاسم جباره، وابن اختي رحمان البشه ومسؤول مكتب جاسم جباره، والعزيز الغالي سعود الرزاق، الشيخ فيصل الحدوش، الاخ ابو زين العزاوي صالح على الصالح الشنيبت. الله حي الله حي الله حي. وتحياتي وسلامي لكل مشاهدينا البرنامج والى جروب فطيم البشير والى جروب الخرنينة. خويك ابو طارق جحاشي. ابو طارق خوما كل حلقه ليس الحلقه دي معي. خوش. وناظم ابو 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 المعهد خوينا السرادله. استاذ ناظم يستاهل نسلم عليه. والله تحياتي وسلامي للاستاذ ناظم. عجل وش ناخذ من قصيد يا ابو احمد؟ ناخذ العتابه. اكو بيت تاريخي. ايه بيت عتابه تاريخي العمنه. بيت العتابه على فكره تجيزني بهذا البيت اللي قراته انا بالبدايه. ايه هل ادعاجن على العاي المغاوير، هذا لي من تاليفي اول بيت عتابه كتبته. هل ادعاجن على العاي المغاوير وسوان الطيب نصبوهن، مغاوير ما غيروهن بقت على هي السوان الطيب. هل بكل فزعة تلقاهم مغاوير يغيرون، خلفت زبيد ما هابوا حدا. والنعم خلفت زبيد ما هابوا حدا. اي والله بارك الله فيك. ما نزود على العشاير لا لا، لكن هذا حق الناس ورجال. اي والله هذا بدي ناس والوزن والتفعيل. يا سلام. 100% ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عجل على العتابة. اي والله. وش قالت اقول صديقة البرنامج اللي دائما تراسل؟ هذا البيت زرت دياله. انت؟ ايه هالساعة بالجديد؟ القديم قديم. كان الله يرحمه حمد الصالح السلمان الصبهاني، هو جدوت الصباهنة وهو شيخهم وهو كبيرهم وهو عارفه. ايه وهو يفصل لك العشائر الجبور وغير الجبور. عجوز عجوز، شايب شايب، ولد ولد، فخذ فخذ. ممتاز. الله يرحمه عليه رحمة الله. خلف شهاب ابو احمد. ايه. والنعم منه زي. رجال طيب شرواك وذشره طيب حيل. نعم. فبنى ربعة طويلة ما كان البلوك والهذا مالطين. ايه رغم كل الظروف اللي مرت وصفحة الدواعش عود قصب ما وقع منها. الله أكبر. وأما الجدار فأني مرأته يمكن بال 2003 2004 لقيتها باقي هي. هو الله يرحمه توفى بال 95. أقول أسيلك وين خلانك يا هالدار يا هالدار. هذا عليه وعلى ربعته. الله أسيلك وين خلانك يا هالدار، إش حال الناس بعثرها يا هالدار. عمر تجري على الوجنة يا هالدار، متى تضحي دموم بلامية. الله أكبر. يا الله يستاهل أبو شهاب يستاهل. الله, الله يرحمه. الله عليه رحمة الله. إن شاء الله خلف شهاب يا الخير والبركة. الله حيهم الله حيهم الله حيهم الله حيهم. وتحياتي لكل الصباهنا عمامنا البديالة واللي بالزاب واللي بالزنجلية واللي ببلد. الدهالكة أيضا قاعد يخصونك بالتحية والسلام. تحياتي وسلام. أي والله الدهالكة وإن شاء الله يجمعنا اللقاء معاهم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم. عتابة عدل كثير. عتابة إيه نسمع الوقت. عتابة إيه لا لا عدنا عدنا إيه لا بالله عدنا وقت. نقول زمان الشمعية من جلدنا يبعد البئص يأطى.
من جلدنا من قد ما احنا نتحمل. عواد الشوم ملت من جلدنا مثل نهدي ما شل اسره. يا هل سارين بعروق ومهاجي باسمكم دوم لسنتنا مهاجي. مهاجي الله لابو خدن مثل برحي ومهاجي. لابو خدن مثل برحي ومهاجي دليلي صاد ما لذل الشرى. برحي ومهاجي عجيب. التمر والخاثرة الشالسة اللي بعد ما مخبوطة. يا سلام. عمر يطحن زمان بغير مدراي وجل صايب دليل بغير مدراي مدراي. كبر يزهي وردنا بغير مدراي غشال الراس والعارض صفر. غشال الراس والعارض صفر. وجل وانشد طروشك بس ماهل بس ماهل متى يا هلال اشوفك بس ماهل بس ماهل. الله سجينان بغرامك بس ماهل هواكم نايش الباب الحش. هواكم نايش الباب الحش. يا سلام يا سلام. ناخذ ابو ذية. قبل الابو ذية بس اكو فاصل يمكن للمخرج استاذنا العزيز. الفاصل جاهز؟ نعم. ايه الفاصل يا ابو احمد. صل على النبي. اللهم صل على لنا زميل في قناة سامراء الفضائية عمر بن رافع. نعم. من الكفاءات ومن الحقيقة يعني إذا كان دوام الموظف 8 ساعات هو يظل 9. نعم. لكنه يعني هكذا بحكم أمور. المهم غاب عن القناة فترة يعني هكذا. فبمناسبة عودته للقناة حقيقة ورجعته نهديه. إيه والله هذا الفاصل الجميل اللي رتب لنا إياه قناة سامراء الفضائية. هذا الفاصل من قناة سامراء الفضائية ومن إرشيف القناة أيضا من نمر الدوري حتى شوية نغير وناخذ على أبو ذيات مشتان على نمر الدوري. وهذا الفاصل من قناة سامراء الفضائية ومن خيم وقصيد العمر الرافع. فابقوا معنا وحياكم الله. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الله عمر بن رافع. واليوم حقيقه ايضا اربيل منوره بمجيء الاستاذ صالح العذاب ابو منهل. نور اربيل وهذا ايضا اهداء لابو منهل. الله حيو الله حيو الله حيو. ويا ابو احمد حتى اخذ مشاركات الجمهور على السريع ونرجع معاك ما عندك من اهداءات وقصيد فقط على السريع. ادر المسج بالفيس ما يبرد القلوب. لا يا ابو. وادرب تقاصير الحرف والمعاني. ايه. وادر الشهامه تلوق لليدحم خطوب. ايه نعم. وادر الحمايل تنتخي وبتفاني. وادر المراجل تنحسب واكثر النوب. وادر الشهم ما قال مرش علاني ما يقول مرش علي. ايه نعم. موقف لابن شعلان والله مكتوب. مخطوط في سفر النجم يشعباني. والنعم. مخطوط والنعم. في سفر النجم يشعباني. بل 11:30 بالليل يخابرونا جماعة قالوا يعني ما نقدر ندخل الأربيل لأنه عندنا شوية تشابه بالأسماء ومن هالقبيل وما عندنا أحد نتصل عليه غير ولد الشعلان. أبو طارق مسافر وشان تخابر أبو سرحان وقال عين عيونهم يستاهلوا. اي والله عفي عفي عفي. ما يستاهلون هالابيات الشعلان. بلا والله. اي والله موقف لابن شعلان يستاهل. والله مكتوب يستاهل. مخطوط في سفر القلم يشعباني. عفي عفي. يقول اريد طيب. اردى حشم شويخ والداغر حمد. نعلن استنفار ونصوت الفهد. اردى حشم شويخ والسالم عجل. لا رياء ولا نفاق ولا دجل. خلفة الفرمان يا نعم الرجل. حتى جبل سنجار بحقه قعد. لهلك الفرمان شيخ. نعم منه. فرمان اي والله. نعم وفهد اي والله. والحقيقة عضو البرلمان العراقي في محافظة نينوى الشيخ فرمان الشاهر. الله حيو الله حيو الله حيو. وإن شاء الله يجمعنا معهم لقاء قريب. أهلنا في زمار وأهلنا في سنجار وأهلنا في بعاج. وسنلتقي مع كل الحمايل وأيضا باسم عشائر مديرية يعني عشائر شؤون نينوى السيد العميد عبد الرزاق الوقاع بإذن الله تعالى. والسيد المقدم أيضا تحية وسلام هيثم الطائي. أهلك طي إي والله. وإن شاء الله الملتقى قريب بإذن الله. ويلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم من أبو عمر شمس الحماش عبد الرحمن الحاج عطية إلى مقدم بشار العزاوي الجبوري أبو المرور وإلى أبو سارة وإلى أهلنا الوقاع أيضا السلمان الوقاع الحمد لله على السلامة نقيب محمد ويا رب إن شاء الله عندك العافية نصيب الماء يكتب الله
منلاك يمنع خاويتك ولا الدلال منلاك خويك لو نسيته بيوم منلك من اذا متواصله صبح اذا متواصله صبح ومساء. اخوك ابو سفيان الزوبعي اهلك ابو غريب في زوبع وفي بغداد العميري وما ادراك ما العميري اهلنا عيال العرجه الهيب الله حيهم العميري العبود حيهم. العميري وابو فرحان العميري وابو خالد العميري و القرايب كلهم وإلى نزار حقيقة سكرتير أستاذ خالد ويا أستاذ خالد أستاذ وليد أبو الشمالية مدير مدير نعم. عام هلا هلا بالناس يا أستاذ وليد أيوة. الناس تتصل عليك ما ترد تدزلك مسجات ما ترد إيش دعوة يعني شلون لما مدير عام ووكالة هن البو فراج هلا هلا بالناس يعني الكرسي لا يدوم والمنصب لا يدوم يعني اقضوا حوائج الناس مشوا حوائج الناس والناس تمدح بيك حقيقة وتقول سيرتك حسنة وأخلاقك حسنة لكن هلا هلا بالناس يعني اللي يتشفعون واللي يطلبون المساعدة هم أحاول أقضى الشغلة إذا بتليفون أو بغيرها يعني لماذا هذا التعالي على الناس. نعم أيضا من جحل السلام عليكم تحية وسلام من الصديق الدائم مظهر المحمد الخالد الحسن الخفاجي أبو محمد الخفاجي من قرية جحل الصامدة لضيوف البرنامج والمقدم أبو فرقان وأهدي هذا البيت من العتاب رثالي ابن عمي على العبدالله الخالد أبو رقية الله يرحمه ذكرت البلحد حلو ذكرت البلحد حلو النوازيل ذرايا بيوم حسرات النوازيل يا أبو رقية والآية النوازيل عليكم بتشبد غامض صواب تحياتي وسلامي لكل أهالي قرية جحلة الله حيهم الله حيهم الله حيهم من أرض الرباط فلسطين من بيت المقدس من عشيرة الهيب العيث الزبيدية تحياتي للأستاذ الإعلامي فهم الجبوري أبو فرقان وحي الله شعراء المبدعين وحي الله الضيف أبو أحمد وحي الله هذه الأمسية في يعني مضايف الكرم والجود وأيضا أحيي الشيخ إبراهيم الحلبوص الهيبي أبو عزت كما أحيي أبناء العموم الغوالي وعلى رأسهم الشاعر الفحل محمد موسى القاضي أحمد العبد الرحمن صدام السحل حسن العبد الرحمن سهل الجغيفي سهيل الجغيفي أبو طلب والنعم من عيال حمد وحي الله الطناية راكان الشمري سالم الجزاع وحياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. الجزء الثاني سوف يكون بإذن الله من ترحيب في ذلك التوقيت. أم جنيد وأبو جنيد أهلك يثرب حياهم الله السادة نعيم الله حيهم وتحية للدكتور مؤيد ولأبو مؤيد وحيا الله أم جنيد الأستاذ العزيزة وإن شاء الله يجمعنا لقاء. أم الحسنين وأبو الحسنين أهلك الهيب عيال عرجب الحاج علي يخصونك بالتحايا والسلام ويقولون إيه والله إيه أريد نسمع منهم العتابات والأبوذيات الزينة منك يا أبو أحمد إيه والله أحسب أنه بقى عندي شعبة إطفاء الشمال ماجد المحمد وكرار العلي وملا مهدي وجاسم الحسين ومحمد العبدالله جار الله أحمد محمد العلي جار الله وأحمد العلي والياس الخضير وهيثم المحمد وصالح الفرج وعلاء الحسن ومصطفى صابر وعبود مصطفى ومحمد العسرات وتحية وسلام إلى كل مصافي الشمال الأبطال الأعزاء حقيقة حقيقة قلبي علي على صاج ونار والروح قلبي على صاج ونار والروح وراسي من سماد الدار واروه حزني عليهم مو مواراه مو مراواه لأن نثر روسهم رصاص العدة أحمد الزيدان هلك العيثة اللي دواعش قتله وأولاده وهو موجود حقيقة من أبو طي أيضا هناك مداخلات هلك الحويجة أبو الغالية لكن ما تبقى من البرنامج لك يا أبو أحمد وش والله أبو فرقان يمكن ما خليت شيء لا 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 الخير كثير وش بقى من الوقت يا المخرج ها؟ احنا عبانا ابو جميع 6 دقائق المخرج يقول 6 دقائق عبانا ابو جميع يا ابو فرقان لك 6 دقائق تختم بها يا ابو احمد تعرف رسائل الناس والمحبين احد ولد المهيري المهيري والعشرة نعم الأمارة اي الله يرحمه الولد كتب قبل فتره وجاريته نعم. جاريته على اي الله حيه الحدي اي الحدي نعم الحدي له تفعيله خاصه زين نوع من القصيد نعم فحكيت بحق المهيري ولو شيء قليل يعني بس الله. انه الله حيو. رجال هو علم ما حازل ثنائنا لانه الله يرحمه راح بارك الله بيك انشد على ولد الصقر نايف فخر ولد الجبر الطيب طبعه والكرم لازم ذروته تنحشم الله 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 هاتوا سجل والقلم تكتب مناقب على الحجر رعى الذهان والعلم كم من كم اللي فايش الظلم رد له حقوق وانحشم يا سلام يا سلام يوم انتمع عن بالخبر مرحوم يا راع الفهم يوم انشنت حيل وعزم بيك الحويجة تنحشم متنام سبخ الفت جبر الله الله يا
سلام. واقدر اظل اكتب عليها. تعيش. تسلم. ويستاهل المهيري الله يرحمه. قاعد يستاهلون ابو ابراهيم. ابو ابراهيم عليه رحمه الله. اي والله الله حيه. وسعنا احمد ابو ذية. اي ابو ذيات. اي والله اختمنا بابو ذيات. ولو نختم بال ام السوامر. السوامر السوامر. اي والله يخصونك بالتحايا والسلام. اي والله اريد اهدي لجنابك. بارك الله فيك. سلم منا ورد. يا سلام. اريد اهدي لجنابك. سلم منا ورد قلبي بهواكم. سلم منا. الله الله يا طير نجيت حيهم. ايه سلم منا وشوف ان شاء الله ردوا لك تحيه. يا سلام. يريدوها لو لا. سلام. الله الله الله. يا لو ندري يا لو تدري ايش غلطك. ايه ما لمتني يا با. يا لو تدري ايش غلطك. ما لمتني وكثير جروح صدك ما لمتني. قصيدة في هواكم. ما لمتني حنين وشوق يا المبعيد علي. الله 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 الله. تعرف جنهن الجيني لالا منك عفيف وما بدالي. لالا منك مثل زولك حلاتك. لالا منك أبد ما أرد على السلم تحية. تحية. الله الله. ألا أطنش حتى يحكي. يا سلام يا سلام يا سلام. شقد بقى من الوقت نكمل. اي اي مفتوح لك. شعر فصيح. فصيح حتى نختم بمات النبي صلى الله عليه. نعم. واله. الهي اوشكت شمسي مغيبا في مياديني وها ليلي اذا جن فمن ذا حين يؤويني. ذنوبي سيدي كثرى فمن غيرك سيبريني. سترت العيب عن خلقك الهي كيف تعفيني. تعفيني. أقر الذنب في حالي فما أدري ستنجيني. مقل كنت في عملي وهل ينجو المقلين. وأني كنت مغرورا وتغويني شياطين. تسول لي فلا أقوى بلا عزم فترديني. أتوب الآن من ذنبي وفي حال المطاعين. فكيف التوب من طبع تمادى في شراييني. إلهي جاءني وعدا من الرحمن يحييني. يتوب الله عن ذنبي ويجزيني محاسيني. رجائي رحمة تدرك سجلي في موازيني. أظن الخير في ربي إلهي سوف يهدي. يا الله. إلهي سوف يهدي. يا رب يا رب يا رب يا رب. أي أيوة والله عشت. لك تحية وسلام حقيقة من أهلك. قول معاي. يبدو انه ما واصل التحيه او صار فيها خلل. المجمعي المجمعي. اي والله ابو عدنان هلك المجمع ديال. اي والله سلام. لكن يطلبنا المشاركه حي. ان شاء الله يا المجمعي. اي والله يلا حي. ان شاء الله الملتقى قريب. تحياتي وسلام الكل من يباوع الحلقه. اي 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 نسيان اي اسمه وما ذكرناه. اي والله اي والله. ها عدنان المجمعي يقول مو انا اللي يعوف الصاحب بساع ولا صاحب يطيح وما اجيله. انا على الاحبه تعارك ويلقى قبل لا يطيح تركض عيني وتشيله. تحيات ابو عدنان المجمعي. هلك المجمع. تحياتي. تحياتي. بديالي يخصونك بالتحيه والسلام. تحياتي لابو بلال. الله حيهم. سلام المشعوفي. الله حيهم. الله حيهم. الله حيهم. الله حيهم. اختمنا بتحياتي وسلامي لكل من يتابع حلقتنا. اي والله اي والله للجميع. واذا نسينا احد فنطلب العفو حتى على الحلقات القادمه. وسلام لزوجته الغاليه مفتاح. او مفتاح نسينا مفتاح. والله المعزبة زينة. والله سالفته سالفت لك اياها. قالوا لها اذا يقرا لك اسمك بالاذاعه ترى تموت. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت حولها خلي حولها على الصغيره. على الصغيره. كم عندك من النساء يا ابا احمد؟ بقى اثنين. لا حول ولا قوه الا بالله. اختم لنا يا ابو احمد بشيء من اختيارك. صلاه على النبي. اللهم صل على محمد وال محمد. قصيده نبدا بها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على ذخر الملا نور عيني. نور عيني. راع الشفاعه يوما الناس تنسل. سل. تجعل كتاب للسعاده بيميني وانفان حظي ما اخذه بايدي الاشول. الاشول. الله. ربي رحمتك يا لطيف ومعيني بيك انت نخى بس عليك انت وكل. تستر نقصنا يا إلهي تعيني. خافني طول الشح والحقل ينحل. وارزق معانا جملة السامعيني. وكفي يا كافي من عطاك المبجل. واجعل خواتيم العمل صالحيني. احنا برحمتك يا رحيم انت أمل. قلبي بدينك تقلب كل حين. ثبته بطاعة خافني حيد ويزل.
ثبته بطاعة خائفا يحيد والزل، والصلاة على النبي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بك، تحية وسلام للدكتور أحمد بن قوران حقيقة الأومري، أي والله دكتور أحمد قوران أهلنا بدهوك، وإلى الشيخ والسيد عبد العزيز الصميدعي، وتحية وألف إلى كل أسايش محافظة أربيل العزيزة حقيقة لتفانيهم يعني في خدمة الناس وإعانة الناس، الله حيهم. حتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى، حقيقة هذه هي الدقائق العجلة تنتهي سريعا يا المحبين الكرام، حقيقة لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصري. أبو أحمد أنا أشكرك جزيل الشكر، مبارك الله بيك وممنون وبيك حقيقة وبيك على هذا اللقاء وبيك وإن شاء الله نتواصل أيضا إن شاء الله بإذن شاء الله تعالى. الشكر موصول إلى الرائع الجميل، احنا نحضر كثير وما جعل يسلم والله إن شاء الله الأيام القوادم. طبعا من سوريا يتابعونا والد أبو حسام المخرج، تحياتنا له، تحية وسلام تحيات والله في دكتور باسم الأحمد القاسم ودكتور حامد المياح الضائع اللي يزعل علي الله أنا حيو. إذا أرشحه رئيس وزراء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وزعلان علي على هالسالفة الله حيهم الله حيهم الله حيهم. إذا يهن سوريا ويهن العلم والقرايب جميعا، حياكم الله. طبعا سامر مشكور على هذا الترتيب والتأنق، يا أخوي يوسف، يا أخوي عبد الله أبو المونتير، يا أبو العيش، حلاقة نبيل كوبوني، فهد الجرجري، إيه والله، وأيضا موسى الفراجي، العلاقات الداخلية والخارجية، أبو التواصل الاجتماعي عبد الرحمن وضياء الدوري، وكل قناة سامراء الفضائية. هذه تحية المخرج لكم يوسف الناصري، وهذه تحية المخرج حسام بوفاعور. حتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشت يا أبو حسام.